السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا النهاردة مراجعة ليلة الامتحان الأولى إعدادي هندسة. أول سؤال أكمل مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة تساوي 360 درجة. إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فإن كل زاويتين متناظرتين متساويتين في القياس. إذا كان القياس أ زاوية أ تساوي 110 درجة فإن قياس أ المنعكسة، أنا عندي أ و أ المنعكسة بيعملوا 360، يبقى 360 درجة ناقص 110 درجة تدينا 250 درجة. يتطابق المثلثان القائمة الزاوية إذا تطابق إحدى ضلعي القائمة والوتر في أحدهما مع نظيره في الآخر. الزاويتان المتجاورتان الحادثتان من تقاطع شعاع ومستقيم متكاملتان. تاني سؤال عندنا، اختار اذا كان زاوية س تتمم زاوية ص. يعني ايه تتمم؟ قال يعني مجموعهم هما الاثنين يعمل 90 درجة. وكان زاوية س تطابق زاوية ص يعني تساويها في القياس، يبقى معنى كده انا هقسم ال 90 على الاثنين، تبقى زاوية س ب 45 وزاوية ص ب 45. هنا بيقول لي فإن قياس زاوية س تساوي، هختار 45 درجة. عدد المثلثات الموجودة في الشكل، عندي مثلث 2 3 4 اللي جوه ده، وبعدين كل مثلثين يعملوا مثلث كبير، يبقى عندي كده كده 5 وكده 6، لو خدتهم من الناحية دي يبقى كده 7 وكده ايه 8، يبقى عددهم هيبقى 8 مثلثات. إذا كانت النسبة بين قياسي زاويتين متكاملتين، متكاملتين يعني مجموعهم 180 درجة، هو 5 إلى 13، يبقى أنا هقول قياس الزاوية الأولى إلى الثانية إلى المجموع، 5 زائد 13 هيدينا 18، حط تحتها ال 180، وعايز هو قياس الزاوية الصغرى اللي هي نسبتها 5، يبقى 5 في 180 على 18 هتدينا 50 درجة. المثلث أ ب ج يطابق المثلث س ص ع. وكان قياس زاوية أ زائد قياس زاوية ب تساوي 100 درجة، مجموع قياسات زوايا المثلث 180 درجة. عندي زاويتين في المثلث هنا اللي هما أ وب ب 100 درجة، يبقى فاضل لي زاوية ج، يبقى 180 ناقص ال 100 هتدينا 80 درجة. طب اللي بيطابق المثلث أ ب ج هو س ص ع، زاوية ج بيطابقها زاوية ع، يبقى زاوية ع بتساويها في القياس هتساويها 88 درجة. المستقيمان المتعامدان على ثالث في نفس المستوى يكونان متوازيان. السؤال الثلاثة بيقول لي اذكر حالتين من حالات تطابق المثلثات. أول حالة هتبقى عندنا إذا تطابق زاويتين وضلع مرسوم بينهما في أحد المثلثين مع نظائرها في المثلث الآخر، أو أكتب إذا تطابقت الأضلاع الثلاثة في أحد المثلثين مع نظائرها في المثلث الآخر، أو إذا تطابق ضلعين وزاوية محصورة في أحد المثلثين مع نظير في الإيه؟ في المثلث الآخر. طب الشكل اللي قدامي هنا بيقول لي الشكل المقابل أ ب بيساوي في الطول ب ج، وأ د هيساوي ج د. قياس زاوية ج 80 درجة، قياس زاوية ب د ج 40 درجة. بيسألني هل المثلث ج ب د يطابق المثلث أ ب دل؟ طب تعالى نشوف كده ايه حالة التطابق اللي ممكن تمشي معاه. انا عندي هنا الضلع ده بيساوي الضلع ده، والضلع ده بيساوي الضلع ده، وعندي ب د ضلع مشترك ما بينهم، يبقى هنا الثلاث اضلاع اللي في المثلث ا ب د يطابقوا الثلاث اضلاع المناظره ليهم في المثلث ج ب د، يبقى فعلا المثلث ا ب د يطابق المثلث ج ب د اللي هو باستخدام ثلاث اضلاع. خلاص؟ طيب يبقى الزوايا في المثلث هنا اللي هو ب ج د هتطابق الزوايا في المثلث أ ب د. فاضل لي زاوية هنا في المثلث اللي تحت اللي هو ب ج د، هجيبها ازاي؟ مجموع قياسات زوايا المثلث 180 درجة، هجمع ال 80 زائد ال 40 هتبقى 120، هطرحهم ال 180 هتطلع لي دي ب 60 درجة. خلاص؟ طيب هو عايز ايه؟ عايز قياس زاوية أ ب د، أ ب د يبقى هتساوي قياس زاوية ج ب د هتساوي 60 درجة. طب نكتب البرهان بتاعنا ازاي؟ حاجة كده واقول في المثلثين أ ب د وج ب د فيهم ايه؟ أ ب يساوي ج ب، وأ د يساوي ج د، وب د ضلع مشترك، يبقى معنى كده ان المثلث ج ب د يطابق المثلث أ ب د، واللي احنا استخدمناه حالة التطابق اللي هي ثلاث أضلاع. وينتج من التطابق ان الزاويه
اللي هي ب ج ب د تساوي قياس الزاويه ا ب د هتساوي 180 ناقص 80 زائد 40 هتساوي 60 درجه، وهو المطلوب اثباته. هنا في الشكل المقابل بيقول لي اذا كان د ه الشعاع د ه بيوازي القطعه المستقيمه ا ج، طب ما انا عندي د ج دي قاطع ليهم هما الاثنين وعاملين حرف الزد معايا هم، يبقى انا عندي زاويه ج هتساوي قياس زاويه د بالايه؟ بالتبادل، صح كده؟ وبعدين عندي فهو بيقول لي اوجد قياس زاويه ج، خلاص احنا جبنا قياس زاويه ج ب 70 درجه. طب تعالى نشوف كده، هو مديني زاويه ا ب 110، طب ما تيجي نجمع ونتاكد ان هم هيدونا 180 درجه، يبقى 110 زائد 70 هتدينا 180، وهما الاثنين داخلتين وفي جهه واحده من القاطع، يبقى معنى كده ان الشعاع ا ب يوازي ج د. طب تعالى نكتب البرهان بتاعنا بقى، يبقى انا هقول له او زي ما احنا اتكلمنا كده هنكتب، بما ان د ه شعاع يوازي ا ج قطعة مستقيمة وده ج قاطع لهما، إذا قياس زاوية ج هتساوي قياس زاوية د 70 درجة بالإيه؟ بالتبادل. طب هنيجي عند الجزء اللي جوه هنا، تاني حاجة هنقوله بما أن قياس زاوية أ زائد قياس زاوية ج هتساوي 110 زائد 70 تساوي 180 درجة، وهما الاتنين في وضع تداخل أو داخلتين وفي جهة واحدة من القاطع، إذا الشعاع أ ب يوازي ج د، وهو المطلوب اثباته. آخر شكل عندنا أو آخر مسألة عندنا، هو جايب لي المثلث أ ب ج الكبير ده، خلاص؟ جواه مثلث تاني حط لي د بتنتمي لأ ج، وحط لي كده بقى عندي مثلث اللي هو ب د ج، جايب لي زاوية ج ب د ب 35 درجة، وهنا عندي أ ب د قدها هعمل نفس العلامه، يعني د ب ده منصف للزاويه، يبقى عندي هنا ايه؟ ا ب د هي كمان ب 35 درجه، خلاص؟ وقياس زاويه ب د ج ب 120 درجه، طب مجموع قياسات زوايا المثلث 180 درجه، تعالى المثلث اللي ايه؟ اللي هو د ب ج نجيب الزاويه اللي ناقصه فيه. هجيبها ازاي؟ هقول 180 ناقص 120 زائد 35 هتطلع ب 25 درجه. طيب يبقى انا فاضل لي الزاويه ا، هجيبها ازاي؟ المثلث الكبير بتاعي اللي هو ا ب ج، عندي هنا 35 و35 يعملوا على بعض 70، والزاويه ج ب 25، يبقى هقول 180 ناقص وافتح قوس 70 زائد 25 هتدينا قياس زاويه ا اللي هي تطلع ب 85 درجه. تعالى نكتب بقى البرهان بتاعنا بيتكتب ازاي؟ هتكلم انا اتكلمت عن المثلث ده الاول، يبقى هكتبه، هقول في المثلث د ب ج، بما ان مجموع قياسات زوايا المثلث 180 درجه، يبقى اذا قياس زاويه ج هتساوي 180 وافتح قوس 35 زائد 120 يدينا ايه؟ 25 درجه. طيب نيجي على المثلث الايه؟ الكبير. خلاص قبل ما اجي للمثلث الكبير هقول بما ان د ب بينصف زاويه ا ب ج، يبقى معنى كده ان زاويه ا ب د هتساوي قياس زاويه د ب ج هتساوي 35 درجة، يبقى ا ب ج كلها هتساوي 70 درجة. خلاص كده؟ طب تعالى في المثلث الكبير ا ب ج، أنا عايزة فاضل لي زاوية ا، يبقى أقول قياس زاوية ا هتساوي 180 ناقص وافتح قوس 25 زائد 70 هتساوي 85 درجة، وهو المطلوب اثباته.